السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول أداب قسم إعلام، المزايا والعيوب بشكل كامل، نظرا أن كتير جدا بيستفسر بخصوص هذا الأمر. في البداية حابب أوضح أن قسم الأداب أو كلية الأداب هي واحدة من أكثر الكليات انتشارا في الوطن العربي، وحتى عالميا تعتبر ركيزة أساسية في أغلب الجامعات. مدام قلنا أي جامعة تبدأ تفتح أكيد هنلاقي تجارة، أداب، طب إلى آخره، فهي إذن مكون رئيسي أساسي في كل الجامعات. لذلك هتلاحظ هنا ان هذه الكلية تفرع منها العديد من الأقسام، زي قسم الإعلام وكذلك الأقسام الأخرى، علم النفس وإلى آخره. كل هذه الأمور يجب أنك تعرف أن هذا الأمر وهذا التوسع، نظر أن كلية أداب أصبحت هناك لديها اهتمام كبير من الآخرين، وكتير جدا بيقبل عليها، وكتير جدا بيكون عنده حيرة أدخل القسم ده ولا أدخل القسم ده. والنهاردة هنتكلم حول قسم أداب، قسم إعلام. إذا تحدثنا حول المزايا الخاصة بهذا القسم، هنجد أن واحدة من أهم هذه المزايا هو أن كلية أداب قسم إعلام ما زالت الوجهة الجماهيرية ليها جيدة. الحقيقة كتير جدا بينظر إلى قسم إعلام على أنها واحدة من الأقسام المرموقة داخل الكلية، يقول لك ده خريج قسم إعلام. هي إذن واحدة من الأقسام المميزة جدا، والنظرة المجتمعية الجيدة ده بتنعكس أيضا على سوق العمل زي ما نتكلم كمان شوية. والحقيقة دي نقطة لو تعلمون عظيمة جدا، نظرا لان في بعض الاقسام يقول لك يا عم ده خريج كذا، اما قسم اعلام يقول لك ده اداب قسم اعلام. اذا النظره المجتمعيه بتلعب دور كبير جدا، ويجب ان يتم اخذها في الاعتبار. ايضا من النقاط المميزه جدا ان فرص العمل بالنسبه لاداب قسم اعلام واسعه وكبيره جدا. تستطيع العمل في الصحافه، تستطيع العمل في المونتاج، تستطيع العمل في المجالات الاخباريه والانتاجيه، تستطيع العمل في مختلف الامور لانك تحت قسم اعلام. كذلك العلاقات العامه، قسم الإعلام أو الماركتينج، التسويق، يمكن لخريجين الأداب إعلام فيها أنهم يؤدوا فيها. الأقسام الخاصة بالريسبشن والأقسام الخاصة بالعلاقات العامة، تنظيم المؤتمرات، أداب قسم إعلام دخل في كل هذه الأماكن، ولذلك هتجد أن هناك فرص عمل كثيرة لهذا القسم. أيضا من النقاط المميزة جدا لهذا القسم أن هناك نوع من أنواع الانخفاض لعدد الداخلين لهذه الكلية أو هذا القسم. لأن كل قسم من داخل كلية أداب بيفترض مجموعة من الافتراضات، ولذلك تجد هنا أن الأعداد في الغالب بتميل إلى الانخفاض عن أقسام أخرى، وده بيسمح ليك ان انت يكون لديك نوع من انواع التواصل البشري والفعال مع الدكاترة، وده بيلعب دور كبير جدا ومميز ان يكون لديك فهم للعديد من الامور داخل الكلية. كذلك من النقاط المهمة التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار، فكرة وجود نوع من انواع ان المواد داخل هذه القسم بتميل الى اجزاء عملية. في بعض الاقسام داخل والمواد داخل قسم اداب اعلام بتجد ان المواد ممتعة، خاصة بالتحرير الاخباري والمونتاج. اذا هي مواد لمن يحب هذا المجال، قد يجد فيه فرصة جيدة جدا في تطوير مستواه. كذلك من النقاط المهمة ان هناك نوع من انواع، لو انت ملحقتش كلية اعلام، اذا اداب اعلام قد يكون لديها مخرج ليك. لو انها المجموع بتاعك لم يأتي لكلية اعلام، مجموعك نوعا ما اقل من كلية اعلام، وانت حبيت كلية اعلام، فقسم اداب كلية اعلام قد يستقبل هذا الامر. لكن اذا تحدثنا حول المزايا، من المهم ايضا احنا نتحدث حول العيوب. واحدة من اهم هذه العيوب هي التنافسية مع كليات الاعلام. الحقيقة ان كلية اعلام سواء في الجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة، هناك نوع من انواع التنافسية الشديدة. يقول لك انا ليه اخد اداب اعلام وانا قدامي خريج كلية اعلام، ده جابت في الغالب مجموع صغير فدخلها. انا بتكلم على وجهة نظر اللي بيفكر، ده مش وجهة نظري، لكن هذا الامر قد يواجه بهذه النظرة السلبية. كذلك فكرة التنافسية في ظل الاعداد الكبيرة اللي بتتخرج من قسم اعلام، هناك زي ما انتم عارفين جامعات خاصة كتيرة جدا بتفتح، وهذه الجامعات اول حاجة بتعملها تعمل لك كلية اعلام، ولذلك هتجد هنا ان هذا الامر بيفرض عدم التنافسية كبير جدا، وفرص العمل الكتيرة اللي اتكلمنا عليها بتجد ان حجم التنافس بيكون فيه كبير. ايضا من النقاط السلبية لهذا القسم انه لا يوجد في كل الجامعات، الحين لا يوجد في كل كليات الاداب هذا القسم، ولذلك هتجد هنا ان ده قد يكون عامل سلبي. كذلك من النقاط السلبية في هذا القسم ان المواد قد تكون عتيقة وقديمة جدا وليست ممتعة بهذا الشكل اللي انت قد تتخيله. تفتكر ان مجال الاعلام هتجد ان المواد دايناميك وخلافه، وتجد ان المواد مملة، تتحدث عن
كلام إنشائي لم يتم تحديثها من فترة طويلة، وده قد يصيب البعض بالإحباط. كذلك من النقاط السلبية التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار أن قسم آداب قسم إعلام هتجد بأن هذا القسم العدد اللي بيقبله سنويا قليل جدا، وده بيفرض منافسة حادة لمن يدخل هذا القسم أنه قد لا يكون لديه القدرة على دخول هذا القسم أصلا. كذلك من النقاط السلبية لهذا القسم التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار أن هذا القسم بيفترض منك أنك لديك مستوى معين من اللغة الإنجليزية، كذلك أن يكون لديك مهارات تواصل عالية جدا في حالة أنك دخلت الأمور الخاصة بالإخراج التلفزيوني أو الظهور على الكاميرا. كل هذه الأمور بتفترض منك أنك لديك مهارات تواصل عالية، لديك مستوى لغة إنجليزية جيد حتى تستطيع العمل في قسم العلاقات العاملة وأقسام الدعاية والماركتينج داخل الشركات الدولية والبنوك. يقولك أنا محتاج لغة إنجليزية عالية، ولذلك حاول جدا أنك تعرف بأن هذا المجال بيشترط وبيفترض أن لديك هذا المستوى حتى تستطيع أنك تعمل في تلك المؤسسات. ولذلك إذا تحدثنا مرة أخرى حول المزايا والعيوب، هتلاحظ أن المزايا بتشتمل على أن هذا القسم الواجهة المجتمعية فيه مميزة والكثير جدا بينظر ليه نظرة إيجابية، وده بينعكس على سوق العمل. المواد وحجم الأعداد داخله أقل من أقسام أخرى، وده قد يكون مناسب ليك اذا قررت ان انت تحضر، يكون لديك نوع من انواع الفهم من الدكتور بدل ما انت جالس وسط اعداد كبيره. كذلك هتجد بان هناك نوع من انواع فرص العمل المتعدده، نظرا ان كتير جدا متفرع قد تدخل مجال تسويق الكتروني او تسويق اعلامي، كذلك تدخل المؤتمرات، تدخل تنظيم العلاقات العامه، تدخل طبعا في التحرير الاخباري والامور الخاصه بالاعلام والقنوات التلفزيونيه بتعطي مرتبات عاليه. اذا هتجد ان لديك فرايتي او تنوع في المجالات التي قد تعمل بها. كذلك هتجد ان قد يكون هناك نوع من انواع عدم القبول في كلية اعلام، فقسم اداب قسم اعلام هتجد انه يقبلك من هذا المنظور. لكن اذا تحدثنا حول المزايا هتجد ان العيوب، اولا التنافسية الشديدة مع خريجين كلية اعلام اللي بيتخرجوا بالالاف المؤلفة كل عام في اكثر من جامعة. كذلك هتجد ان هناك نوع من انواع المواد العتيقة والقديمة داخل الكلية. هتجد انه ثالثا من النقاط المهمة انها بتحتاج لغة انجليزية جيدة وكذلك مهارات تواصل عالية وتحديث مستمر، نظرا ان هذا المجال من المجالات المتطورة التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. في النهاية تلاحظ ان مدام قسم اعلام واحد من ضمن الامور التي يجب ان تتم الاهتمام بها بالنظر الى المزايا والعيوب، وان يكون لديك نظرة الى ماذا اختار من ده او ده وفقا لما اتحدثنا فيه في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.